النقابة تؤكد أن الإضراب سيكون الأكبر من نوعه منذ عقود، والحكومة تقول إنه غير مبرر ويهدد السلم الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى برنامج مواطنا اليوم الذي نناقش في حلقته هذا الأسبوع أسباب وخلفيات الإضراب الوطني العام الذي ستخوضه النقابات الأسبوع المقبل. لماذا لجأت النقابات إلى خوض هذا الإضراب؟ هل تبدو الخطوة واقعية أم غير مبررة وتهدد السلم الاجتماعي كما تقول الحكومة؟ أي مستقبل لرهان القوة بين الجانبين وأي آفاق للحوار الاجتماعي على ضوء كل هذه التطورات؟ أسئلة من ضمن أخرى نطرحها على ضيوفنا الكرام. السيد مصطفى الخلفي الوزير وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مرحبا بك سيدي الوزير. مرحبا. كما يشارك معنا أيضا في هذا النقاش الأستاذ سعيد الفكاك عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مرحبا بك سيدي. شكرا كريم. شكرا. وتشارك معنا أيضا ولأول مرة في مواطنة اليوم الأستاذة توريا الحرش عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرحبا بك. شكرا أستاذتي الكريمة. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ محمد حيتوم عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، مرحبا بك أستاذي الكريمة. مرحبا بكم جميعا. مرحبا. عند مواطنة اليوم، إضراب 29 من أكتوبر المقبل، الأسباب والخلفيات، سنناقش هذا المحور بعد متابعة هذا التقرير. تصريحات الحكومة واتصالاتها المستمرة لم تثني بعد. نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضرابها العام يوم 29 من الشهر الجاري. النقابة المعنية وهي من بين النقابات الأكثر تمثيلية ماضية في إضرابها العام رغم أنف الحكومة لإسماع صوتها وتمرير رسالتها الاحتجاجية. حجر الزاوية في سوء الفهم بين الطرفين هو إصلاح أنظمة التقاعد، فالمركزيات النقابية الثلاث تحاول من خلال هذا الإضراب الضغط على حكومة عبد الإله بن كيران من أجل مراجعة خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد التي ترى على أنها تضر بمصالح العمال. أما بالنسبة لموقف الحكومة فهي لازالت لا تتفهم أسباب ودوافع هذا الإضراب، وبذلك تتهم النقابات الثلاث بتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار، موجهة لها انتقادات لأنها لم تقدم أي مقترح بديل وعملي بخصوص إصلاح نظام التقاعد. حسب الحكومة دائما الإضرابات لن تحل منظومة التقاعد، لكنها أبدت عزمها على تحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح المتعثر منذ 10 سنوات رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية. تحتج النقابة الثلاث على نقاط أخرى على رأسها استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطن بسبب الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية والطاقية وإقرار ضرائب جديدة وتجميد الأجور، إلى جانب ما تصفه المركزيات النقابية الثلاث استمرارا لخرق الحقوق والحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي واستفراد الحكومة باتخاذ قرارات تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة. التقرير من إعداد الزميلة نجاة بوتفسوت. دمعك سي الخلفي، اتهمتم النقابات بتهديد السلم الاجتماعي ووصفتم الإضراب بغير المفهوم غير المبرر، ألم يكن الأجدر بالحكومة أن تلجأ إلى التهدئة بدل التصعيد؟ أولا، ليس هنالك رهان قوة بين الحكومة والنقابات، الجميع يتحمل المسؤولية في الدفاع عن استقرار هذا البلد وفي صيانته وفي صيانة السلم الاجتماعي، وكنا نتحدث مع النقابات بلغة الصراحة والوضوح، بلغة المسؤولية وبلغة تنظر إلى النقابات على أساس أنها شريك، وبالتالي تحدثنا بكل ما يقتضيه ذلك من صراحة. قلنا غير مبرر لأن السبب الرئيسي المرتبط بهذا الإضراب هو إصلاح التقاعد. إصلاح مشروع إصلاح التقاعد هو الآن بين يدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عندما سيعطي للحكومة رأيه الاستشاري آنذاك الحكومة ستقوم بصياغة المشروع من جديد على ضوء الرأي والملاحظات، وستتحاور مع النقابات، ثم بعد ذلك ستعد الصيغة النهائية التي ستحال على مجلس الحكومة. إذا ليست هنالك صيغة نهائية حتى يكون الاحتجاج على شيء مبرر. لكن هذه النقابات سيد الوزير، طيب نقطة تانية، هل لجأت هذه النقابات إلى هذا الإضراب فقط من أجل التسلية؟ ثانيا مكره آخر كان بطل. أنا
أنا أتحدث عن وقائع. في يناير 2013 اجتمعت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بحضور النقابات وطرحنا المشكل وعقدنا سلسلة اجتماعات تقنية بعد ذلك. في 18 يونيو 2014 اجتمعت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد مرة ثانية وتحدثنا عن المشروع الأول للحكومة وطلبنا وتم تمكين النقابات من مهلة شهر حتى تقدم جواب. لم نتوصل بأي مقترح. الجواب الإشكالية ما هي؟ هو أن إصلاح أنظمة التقاعد إصلاح أنظمة التقاعد هو بالنسبة إلينا إصلاح صعب مؤلم مر ولكن لا بديل عنه لا خيار. لماذا؟ لأن الخيار الآخر هو أن نضطر إلى التوقف عن أداء المعاشات هو أن نضطر إلى تهديد المعاشات للمتقاعدين الحاليين. أما الإصلاح الذي نقترحه وهو موضوع مدارسة هذا الإصلاح لن يمس الحقوق المكتسبة لحوالي 280 ألف متقاعد لن يمس يعني معاشتهم لن تتغير. ولكن للأسف هي السيد الوزير مرة أخرى على المقاطعة النقابات لا تتظاهر ولن تخوض الإضراب فقط من أجل يعني إصلاح أنظمة التقاعد. هناك الهجمة كما تقول الهجمة الشرسة على المطالب ديال الشغيلة الزيادة في 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 يعني في في هذا السبب في الأسعار الغلاء المعيشة الفواتير الكهرباء. سأجيبك بوضوح. قلنا غير مبرر لعلاقته بإصلاح أنظمة التقاعد وسنفصل ذلك فيما بعد. وقلنا ثانيا غير مفهوم لأن النقابات وجدت إزاءها حكومة مسؤولة منخرطة في تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. اليوم نحن في مجلس الحكومة صادقنا على تنفيذ القرار المرتبط بتوسيع التغطية الصحية لتشمل علاجات الأسنان. الحد الأدنى للأجر التزمنا به على المستوى الانتخابي في أبريل الماضي بعد ثلاث اجتماعات مع النقابات اتخذنا القرار الذي أدى إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر ل 53 ألف موظف بقيمة 160 مليون درهم. أي لماذا لا نرى هذه الزيادات؟ لماذا لا نرى الزيادة في المنحة كما وعددا بحيث 100 ألف منحة جديدة بحيث 50% من الزيادة في قيمة المنحة كلفنا مليار درهم؟ لماذا لا نرى الصمود دفاعا عن القدرة الشرائية للمغاربة إزاء تهديد برفع أسعار الخبز؟ طيب سنأتي لماذا لا نرى تخفيض أثمنة الأدوية؟ المندوبية السامية للتخطيط هي المرجع هي التي تقيس الأسعار وهي تقول أن ارتفاع الأسعار لم يكن هنالك ارتفاع كبير بالعكس نسبة التضخم كان متحكم فيها. والأهم لماذا لا تأخذوا بتقارير المندوبية مثلا في ما يتعلق معدل النمو وغير ذلك؟ لماذا فقط هذه الانتقائية؟ لا نأخذ بالتقارير عامة نأخذ بالتقارير التي تستند على الوقائع الميدانية. أما التقديرات فهي تكون سنأتي إلى كل هذه النقاط بتفصيل في سياق هذا يكون الحديث تقدير. أما المعطيات المبنية على دراسات ميدانية نأخذ بها مثل ما أخذنا بمعطيات البطالة مثلا. أستاذ حيتوم كلام يبدو في ظاهره كلام معقول. أنتم تهددون السلم الاجتماعي قرار وإضراب غير مبرر وغير مفهوم، كيف تردون؟ طبيعة الحال نرد بأنه السيد الوزير هو أعلم من أي واحد بأن تقدمنا أولا باقتراحات وواضحة ومفصلة بل حسب الخبراء هي تأخذ من الدراسات التي تقدمت بها اللجنة التقنية وتوفق ما جاءت به الحكومة وتعالج مشكل صندوق المعاشات والإصلاح الشمولي بكامله ووضعت لدى رئاسة الحكومة وعلى المخرج أن يوري الرأي العام يوم 18 يوليو وصيغت بشكل نهائي يوم 16 بمعنى أن داخل الأجل الذي اتفقنا مع رئيس الحكومة. إذن هذه مسألة أولى أنا أترك للسادة المشاهدين أن يحكموا عن السيد الخلفي يعني هما يصنفوا أنا ما نصنفش أنا سأرتفع عن هذا التصنيف. السيد أنا سأجيبك بوضوح هذا فيما يخص الاقتراح الشيمة ديال الإصلاح هي واضحة باقتراحات مدققة ومفصلة وعلمية وتتجاوز بكثير مقترحات الحكومة تضمن التوازنات المالية تحفظ الحقوق المكتسبة للموظفين وتنخرط في زمن الإصلاح. خلافنا الجوهري مع الحكومة في هذه النقطة هو أنها حصرت مسألة الإصلاح
في إصلاح نظام المعاشات المدنية أيهم 850 ألف موظف. فعلا هذه الإصلاحات المقياسية حذرنا منذ 2004 وقبل ذلك بأنها لن تحل المشكل، واتفقنا أنذاك مع السيد دريس زطور رئيس الحكومة أنذاك بأنه آخر إصلاحات مقياسية ونشتغل على الإصلاح الشمولي، وفعلا بدأنا. الآن نحن مع الإصلاح الشمولي وبه نشتغل، وعنوننا الإصلاحات المقياسية التي اقترحنا أن الإصلاحات المقياسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي. المقاربة الحكومية تقول وقالتها في قانون المالية السابق وهذا القانون، في انتظار الإصلاح الشمولي نقترح إصلاحات مقياسية، هذا خلاف جوهري، وحصرت المشكل في المعاشات المدنية وبدأت تهدد الموظفين وكتخلعهم شي بعبع بان ما غيبقاش ما غيديرش هذا الشيء، كل شيء ماشي صحيح لانه بامكاننا ان نصلح. هذا الجانب الاول. صناديق مهدده بالاجلاس. مازال غادي نجيكم كل اللي نجاوب باش نكمل. لا لا غادي كل شيء كل شيء ياخذ وقته. انا ما ندبر النقاش. شويه خليني دابا باقي نقطف اكثر. انا قلت دابا التقاعد، ولكن فقط ما غاديش تظاهروا فقط من اجل التقاعد. لا ماشي من اجل التقاعد، انا جاي. حنا قدمنا مذكره مطلبيه مفصله يوم 11 فبراير 2014 بعد اللقاء التاريخي الذي جمع ثلاث مركزيات نقابية في 29 يناير 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشؤون، وكان حدثا تاريخيا. وبدل أن يستقبل هذا الحدث التاريخي بتفهم كبير من طرف الحكومة وتعمل ما تقوم به حكومات البلدان المتقدمة والمتحضرة، لم تقم بذلك. اضطررنا بعد المذكرة المشتركة إلى خوض مسيرة حضارية يوم 6 أبريل، وأعتقد أن الصورة التي قدمت في الروبورتاج هي واضحة، إنها إحدى صور المغرب الحديث بل من أجملها. هناك صور تاريخية تبقى راسخة في أذهان المغاربة الآن لما يتذكرها في مرحلة الاستقلال والنضال من أجل الاستقلال، وكذلك المعارك التي خضناها من أجل الديمقراطية. فالصورة التي قدمت الآن هي إحدى أجمل صور المغرب الحديث السلمي المعبر عن طموحات. خضنا الإضراب ليس من أجل التقاعد، هذا واضح في بلاغاتنا، أولا دفاعا عن القدرة الشرائية لكل المواطنين. حتى الحكومة تقول بأن تدافع عن القدرة الشرائية بأن جاءت الحكومة تدافع على طبقة الهشة الفقيرة. بالعكس، الزيادات التي عرفتها الأسعار في جميع المواد لم تعرفها أي حكومة من السابق، ولأن المؤشرات واضحة. دفاعا عن الحريات النقابية، الحريات النقابية مهددة، كانت مهددة وما زالت ولكن استفحلت. اليوم في مدينة فاس خليفة القائد ديال الأجدال بالمدينة الجديدة بفاس عنف مجموعة من المناضلين وهم يوزعون بيان وبلاغ ونداء الإضراب. اليوم الآن في حملة ديال المقدمين وديال الشيوخ في جميع المدن وجميع المؤسسات يسالون المضرب هل هذه الحريه التي ناضلنا منها؟ غادي يجاوبك الحكومه. طيب سيف غادي نجي لك غندير لك انا عندي واحد خليك الله يخليك. لا غنجي غنسول السيف كيك ونجي باش ترد عليهم. بعد غتجي السيف كيك في نفس السياق غير باش تبقى واحد لا كويرونس في الحديث. يلا تفضل. اقدم لك كل الاعتذار. اولا انا عندي بالنسبه لي واحد الملاحظه حول سميتو الروبورتاج اللي قدمته، واللي كتقولوا فيه بانه النقابات هي كدير الاضراب على نظام التقاعد، وزاد اكد السيد الوزير على انه على نظام التقاعد. وفي السيد الوزير في التصريحات ديالك كناطق رسمي باسم الحكومه كتتهم النقابات على انهم يهددون السلم الاجتماعي. هل النقابات كتهدد السلم الاجتماعي؟ وهي عندي كرونولوجيا ديال طلب اللقاءات والحوار. شتي هذا الملف اللي عندي هنايا؟ هذو هما المراسلات اللي تصيفطوا للسيد رئيس الحكومه من اجل فتح الحوار الجاد. ومنين كنقولوا الحوار نقول لكم بعدا التواريخ، راه عندنا من 8 اكتوبر 12 وعندنا فبراير دو جنبير مارس. بعدا انا ما قداش نقرا هذا الشيء، الله يكون في العوان ديال الاخوان ديالنا اللي كيقيلوا يصيفطوها. هذه من جهه. من جهه اخرى السيد الوزير من كندويو على الحوار وكتقول بانه كان هناك حوار ودرتيه تصريحات في الجرائد، فانا اريد ان اقول لك يمكن كاين جوج الحوايج، اما
باغي نتغلطوا الراي العام وانا ما كنقول زعما ما نقدرش نقولها لكم، واما كتجهلوا شنو معنى الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي كيف هو معروف في منظمه العمل الدوليه فهو ثلاثي الاطراف، تحضر فيه الحكومه ويحضر فيه النقابات وتحضر فيه ارباب العمل، وكيتكون الخلاصات ديالو اتفاق او اتفاقيه جماعيه او ان اكور كنتفقوا عليه جميع. حنا بالنسبه لنا كتبنا السيد الوزير، كان واحد اللقاء مع السيد رئيس الحكومه ومن بين الاشياء اللي كان صرح عليها في الاول قال انا، هذا اول تصريح ديالو في اول لقاء اللي كان عندنا معاه كنقابات، انا ما غندير حتى حاجه بلا النقابات. ماذا نفاجئ؟ انه كلشي الاشياء السياسات اللي كتتخذ في البلاد ما فيهاش اشراك النقابات. وكنبغي نذكرك السيد الوزير على انه الفصل 8 من الدستور المغربي كيعطينا حق، دابا انتم كتضربوا حق من الحقوق الدستوريه ديالنا حنا كممثلين ديال الاجراء، اننا نناقشكم في قضايا وراها معروفه. واش هذا ما كيوضحش السؤال؟ نعم. في اطار واش هذا ما كيوضحش السؤال؟ يعني كنطرح السؤال، قلت بانه ربما بين قوسين هذا التعنت وهذا التماطل ديال الحكومه. نعم. واش مردوا للضعف النقابات والتشتت ديالها والعجز ديالها او الى قوه هذه الحكومه؟ حاشا، هو كان كيتكلم كنتكلموا دائما على الاستقرار. والنقابات نقابات واعية بالمرحلة التي نعيشها، والنقابات كانت واعية كذلك بالمرحلة التي عاشها المغرب وتعيشها المنطقة، فهو ماشي ضعف النقابات، هو التبصر ديالها. إضرابكم السابق فشل كما تقول الحكومة. لو لم يكن روح المواطنة ديالنا كنا في أيام 20 فبراير تحنا كنا نسخن راسنا ونوضو نغوتو ونوضو ما عرفتش شنو نديرو. بالعكس، شنو درنا حنا كنقابات؟ جلسنا مع طابله الحوار ودرنا اتفاق 26 ابريل على اساس انه غادي يتم زياده الاجور وبانه غادي يكون حقوق المواطنه ديال المواطنين المغاربه وغتكون زياده في الاجور وغادي يكون لا من بين الاشياء التي تم الاتفاق عليها وهي فواتير الماء والكهرباء. فاذا بنا كنتفاجئوا اليوم على انه كيزيد الماء، كيزيد الضوء، كيزيد خارج الاتفاق، ما كاينش الترقيه الداخليه، ما كاينش ذاك الدرجه اللي كنا قلنا الدرجه الجديده، ما كاينش تعويضات على المناطق النائيه، ما كاينه حتى حاجه. طيب من بين الا باختصار باش نبقى مع السيد الفكاك غالبا باختصار من بين كذلك الحقوق اللي عندنا في الدستور السيد الوزير والسي فكاك السيد سعيد اسمح لي الممثل ديال الحزب التقدم الاشتراكيه هو اننا عندنا حق انكم تبرموا اتفاقيات جماعيه، وهذا الحق فين هو؟ وكتفعلوش الدستور ياك سيد. طيب سيف كيف سمعت الى هذا الكلام؟ لا لا، كاينه غير واحد النقطه نقولها. ودابا شوف دابا انا اللي ادبر النقاش. غادي تسمح لي، السي الخلفي قال ان ثمن الخبز، ونقول لك راه ثمن الطحين زاد، والمغاربه الفقراء والبسطاء راهم كيعجنوا الخبز، كيعجنوه في دارهم. انا نجاوب. طيب غادي يجاوب. طيب استاذ فكاك، سمعت الى هذا الكلام، سمعنا وقرانا عن وساطه يقوم بها السيد نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكيه للتقريب بين وجهات النظر، هل هذا صحيح؟ طبعا هذا صحيح، هذا صحيح وهذا دور. يعني كاينه وساطه ما بين الحكومه وبين النقابات. مهمه، اولا حق الاضراب هو حق مشروع. والنقابات في المغرب هي جزء من المؤسسات بحالها بحال الحكومه، دي مؤسسات دستوريه. وما خصناش نتصوروا هذا الشيء امام الراي العام بان هذه بحال شي حرب، ابدا. هذا نقاش، هذا وضع مؤسساتي، الحمد لله، خصنا نحمد الله ونشكره. طبعا حنا ما بغيناش الاضراب يكون، طبعا لانه في خساره الاقتصاد الوطني وغتعطل المصالح ديال البلاد. الحمد لله، هذه ميساج خصنا نعطيوه، الحمد لله اللي كاين احداث مؤسفه في بلايص اخرين، حنا المغرب المؤسسات مستقره. هذا ربما منطق الاقوى الذي يفرض شروطه. لا ابدا، حاشا، لا 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 لا، بغيت نقول انا تنشوفها من الرؤيه ديال المسؤولين ديال الدوله. هذا وضع، ويمكن حتى الاخ حيتو متفق معايا والاخت توريا متفقه معايا، يعني هذه المغرب هذه مصدر القوه. طبعا حنا ما كرهناش كل الاضراب، هذه مساله اساسيه، هذا الميساج نعطيه. المساله الاخرى، اولا الحوار الاجتماعي ما عمرو وقف. الحوار الاجتماعي اؤكد انه ما عمرو وقف، وانا متفق مع الاخت توريا والصديقه توريا بانه الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف. الحوار الاجتماعي تيخصو يكون في القطاع الخاص. الحوار الاجتماعي راه كاين، الاخوان راهم ممثلين النقابات المحترمه، راه كلها راه كاينه في السويس وراه غتعطات الموقف ديالها من القضيه ديال التقاعد. بالنسبه للتقاعد والملفات الاخرى، راه قالها السيد الوزير وهنا ما تنختلفوش. الاخوان النقابين راهم متفقين على الاصلاح ديال التقاعد، كل شيء متفق عليه. شوف
الارقام راه موجوده، واحد الوثيقه وجدتها وزاره الاتصال مشكوره مزيان يعرفوها الناس. مع الاسف خصو يكون التواجد. هذا النظام الا ما تصلحش خصنا 135 مليار درهم في 2023 غينهار النظام، يعني لابد من الاصلاح. الاصلاح يعني اصبح ضروره. هذا مساله فرق. شكون اللي غيأدي؟ هذا هو، هذا هو فين كاين المشكل. الور بالنسبه للحوار، الور بالنسبه للحوار هو ما عمرو حبس. مع الاسف، مع الاسف ويجب ان هذا هو كاين واحد التعصب شويه من نوع من الطرفين. مع الاحترام ديالنا النقابيين والنقابات، وحنا رحنا ولاد المدرسه النقابيه، هناك نقابات اللي هي مناضله ومسؤوله وتدير العمل النقابي بمهنيه، اوكي. مع الاسف هناك جهات اللي هي عندها موقف سياسي معين من هذه الحكومه كما بغات تكون. هذه النقطه ترتي واحد النقطه مهمه اللي هي فين هو صراحة. باش نحكموا بان هذا الاضراب بغينا مؤشرات لانه سياسي ولا هذا اضراب اجتماعي؟ اعطينا مؤشرات. لان ترتي واحد النقطه مهمه. لا ابلتي ابلتي اسمح لي زيد. شوف، هو اي اضراب عنده طابع سياسي يكذب عليك الكذاب. راه دائما الاضرابات اللي كانت في المغرب راه كاين جانب اقتصادي واجتماعي وكاين جانب سياسي. نتكلموا لغه الحوار مع المغاربه. هناك قلت لك انا اطراف داخل الحركه النقابيه وهذا يحترم، عندها موقف سياسي معين من هذه الحكومه، ديرها زوينه ولا ديرها خايبه راه ما مزياناش. ولكن راه قال السي الخلفي اضافه لذاك الشيء اللي قال، واش ما شناش 50 مليار درهم اللي جات تطبيق نتيجه تطبيق الحوار 26 افريل؟ راه هذه الحكومه اللي خلصتها 26 افريل. واش ما شناش 150 مليار درهم ديال صندوق المقاصه؟ واش ما شناش خفضنا التكاليف المقاصه مكداو 50 مليار 23؟ هذا المبلغ كله فين مشى؟ مشى لتسديد العجز، العجز اللي هبط من 7 غيهبط 4.9 وغادي نهبطوه 4.3. والعجز راه مهم، ملي تنخفضوا النسبه ديال العجز في اطار يعني التوازنات الماكرو اقتصاديه راه تنعطيو لبلادنا واحد القوه يعني استثماريه وكذا. فيما يخص الراي ديال القضيه ديال التقاعد، قبل الوساطه، الوساطه بعد مهمه. الوساطه واش كاينه؟ لا طبعا الوساطه في اطار دور طبيعي، ماشي الوساطه يمكن ما نقولوش الوساطه. السي نبيل بن عبد الله والحزب هو جزء من هذه الحكومه، طبعا تيحاول يقوم بدوره ما تيخفيش. حنا عندنا علاقات خاصه مع الاخوان ديال الاتحاد المغربي الشغل، لان حزبنا من فوضه؟ لا طبعا حنا تنتناقشوا في اطار سياسي وحنا كحزب مسؤول، وحتى باقي الاطراف الحكوميه اظن لا تختلف انها ما تكرهش لو ما كانش هذا الاضراب. يعني حتى واحد ما باغي، يعني حتى واحد ما تيقلب الاضراب، وحتى النقابه ما تقلش الاضراب. ولكن حصل واحد سوء تفاهم، يمكن دابا في الغالب غيكون الاضراب، ولكن نتمنى، يعني نتمنى من اعماق القلب وفي اطار المصلحه العوديه ديال الوطن، راه هو الحكومه غتشوفهم من بعد الراي ديال السويس لو تخونت، يعني كيف ما كان الحال، ويظهر لي حتى الى حصل هذا الاضراب خصنا نعتبروه انه طبعا حنا ما كرهناش، ولكن نعتبروه يعني طبيعي في اطار يعني العمل المؤسسات. كلنا ما تمنى هو انه واخا بالنسبه لكم كيهدد السلم الاجتماعي. لا 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 ما تهدد لا السلم الاجتماعي. سيد الوزير يقول بانه كيهدد السلم الاجتماعي. حقه سيد الوزير، راه وزير يعني حتى داخل الحكومه يعني لا 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 دار الناطق الرسمي باسم الحكومه. لا 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 هو طبعا ماشي مبرر. يعني كان يستحسن ان الاخوان يطريتوا، نشوفوا الراي ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويكون موقف نهائي ديال الحكومه، والسيد رئيس الحكومه ما سدش باب الحوار ومستعد يقدم يعني بعض الافكار وكذا. لانه هو شوف راه اللي عنده موقف بديل واللي عنده بديل على الاسلام التقاعد غنجيو البدائل، غنجيو البدائل. شوف راه ما يمكنش تصح التقاعد الا ما رايتش السن الاشتراك كذا، هذه مسائل غادي نجيو البدائل. يعني طيب سيد الوزير شرد على الكلام. انا اولا كنت في الكلمه ديالي دقيق عندما قلت مقترح عملي. اما المذكرات انا نشهد النقابات ومن خلال وثيقه رسميه صادره عن رئاسه الحكومه، نقرا عليك فقره منها. وتضمنت مناقشه المذكرات المطلبيه التي رفعتها المركزيات النقابيه للسيد رئيس الحكومه. ماشي المذكرات المطلبيه ديك ديال 11 فبراير. انا مذكرات حول التقاعد. راني انا دقيق في الكلام ديالي، ما قلتش مذكره. والا راه في المناقشات ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدمت مقترحات جزئيه. سن تقاعد اختياري، الدولة تحمل المسؤولية الكاملة، مفهوم الإصلاح الشمولي، مراعاة صعوبات العمل، أنا كنعطيك العناصر اللي كاينة تما. نفس المذكرة اللي كانت في رئاسة الحكومة هي اللي كانت عندها. دابا أنا الآن عمليا شنو درت؟ ونخليو المشاهدين يحكموا. كنقول لك جمل كاينة عندك في المذكرة. لا ما قلتيهاش. أنا هما اللي دابا عندك. المرحلة الأولى شنو فيها والمرحلة الثانية؟ لا أنا ما نعرفش عليك المذكرة. دابا أنا ما بغيتش ندير نقاش جزئي، أنا درت نقاش لأن احنا في هذه المحطة كما قلت في البداية احنا الحكومة والنقابات شركاء. متفقين. ولأن شركاء. ما احترمتوهاش. لا بلاتي بلاتي. لا أنا ما باغيش ندير أحكام، هنا أنا ما جايينش باش نديروا. لا ننوروا الرأي. لا سمحتي لي خليني نكمل الكلام ديالي. لا السيد الوزير. لا سمحتي لي أنا ما قطعتكش شخصيا. ما قطعتكش. وإلا أنا بغيتي تحدثي راني. تفضل السيد الوزير تفضل. ما قطعتيش. قلت بأنه كنت في الكلام ديالي دقيق. وإلا مقترح أن الدولة تحمل الرفع المساهمات. أن
صعوبات العمل اللي كاينه في بعض المجالات، ان السن ديال التقاعد الرفع ديالو يكون اختياري، ان ولكن كما قال السيد رئيس الحكومه وكان معبر دقيق، قال حنا خصنا نصلحوا التقاعد بحال شي واحد خصو يوصل لواحد السطاح، ولكن النقابه جات اقترحت لنا واحد السلوم اللي ما يوصلناش للسطاح. هذه المقترحات جميله ولكنها جزئيه ولا تحل المشكل. وزائد وهنا فين غادي ندقق الكلام ديالي، لهذا باش نطويو هذا الموضوع، اتحدث عن مقترح عملي متكامل قابل للتطبيق. وهذا هو السؤال. هو اللي قدمناه. ما قدم للاسف الشديد لا يعالج المشكل، لماذا؟ اولا لان المشكل الموجود عندنا منين جاء؟ المداخيل لم تعد تغطي النفقات. عندنا حاليا ثلاثة المنخرطين في مقابل متقاعد واحد. في 1980 كان عندنا 12 منخرط كيديو الانخراطات في مقابل متقاعد واحد. حاليا عندنا 281 ألف متقاعد، وشحال في الوظيفة العمومية؟ 900 ألف تقريبا. متقاعد ثلاثة المنخرطين. الشركات اللي كيديو لا تغطي النفقات ديال المعاشات. هذا الامر يؤدي من هذه السنه 750 مليون درهم ديال العجز، السنه المقبله 3 المليار، اللي من بعد 6 المليار، ولكن من بعد نطلعوا ل 20 و 40 حتى نوصلوا في 2023 غنوصلوا ل 135 مليار ديال الدرهم. شنو هي 135 مليار درهم باش نقارنها؟ هي حاليا الكتله الاجور زائد الاداءات ديال التقاعد. الان كتله الاجور في 2015 105.5 مليار درهم. وبالتالي اخترق الحل الاسهل اللي هو جيوب لا ما اخترناش الحل الاسهل. اول حل كاين شي حل اخر. لا بلاتي بالنسبه للحكومه خليني الله يجازيكم بخير. تفضل. انا تركت الاخ والاخت يتحدثوا عطوا واحد المجموعه ديال الاتهامات. نحن ما كنضربوش الحق النقابي. الحق النقابي مكتسب وحق دستوري. وحرية العمل النقابي، السيد رئيس الحكومة يوم 4 يناير تم تأسيس اللجنة العليا للتشاور واللي على إثرها تم إحداث خلية لفض النزاعات. فيني. بلاتي. والنتائج ديال هادشي فين كتظهر؟ هذا العام فاش كنقارنوا النصف الأول ديال 2014 مع النصف الأول ديال 2013 كنلقاو عدد الإضرابات تراجع، عدد المضربين ب 26%. وتراجعت عدد الايام المفقوده بسبب الاضرابات ب 40%، هذا في القطاع الخاص. ونعطيك مؤشر اهم، واحد من الاجراءات اللي كانت تطالب بها النقابات وعندها الحق وكان معقول، قالت واكواك عباد الله يالله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسجله فيه 2.5 مليون، هذا الشيء في 2012، في حين اللي مجموع القطاع الخاص حوالي 9 ملايين. عمليه التفتيش المقاولات ارتفعت ب 50%، قبل ما تجي الحكومه كانت 19000، دابا وصلت ل 30000. النتيجه حوالي 300000 اللي تسجلات من جديد عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واخا سيد الوزير هذا فيما يخص التقاعد. انا غادي نجاوب. لا لان التقاعد درنا فيه أنا حلقات. أنا غادي نجاوب. طيب فيما يخص الهجمه الشرسه والغلاء الاسعار اليوم شفنا الناس مجموعه من المدن خرجوا بسبب غلاء الفواصير ديال الماء والكهرباء، واش ماشي انتم اللي كتهدوا السلم الاجتماعي سيد الوزير؟ لا الجواب ديالي بسيط للغايه. اولا اللي كيهدد السلم الاجتماعي هو اللي ما كيجيش للحوار. 4 دجنبر 2013 دعينا الى حوار حول انظمه التقاعد، ما جاتش النقابه باستثناء نقابه او النقابه تقول ما بغيناش حوار القاء الخطاب وكلام فضفاض. دابا راه حنا بدينا نهضروا فقط على الدردشه، بغينا حوار بعد 29 يناير صافي. اذا هالاولى. الثانيه هنا عندي القائمة ديال المواعيد الحوارات اللي كانت واللي وقعت فيها الاستجابة، 14 مارس 2012، 10/5 شتنبر 2012، 22 أكتوبر 2012، 4 يناير 2013، 27 أبريل 2013، 25 أكتوبر 2013، 15 أبريل 2014، بلا ثلاثة المحطات ديال التقاعد، 30 يناير 2013، 4 دجنبر 2012، 18 يناير 2014، هذه المحطات بهذه الوتيرة اللي هي 7 اجتماعات ديال الحوار الاجتماعي. في العبرة بالنتائج سيد الوزير. ماذا أهم نتيجة واللي كانت نتاج حوار ثلاثي حاضره فيه اتحاد العمل ومقاولات المغرب، وحاضره فيه النقابات، وحاضره فيه الحكومه في ابريل 2014، كانت النتيجه هي الزياده في الحد الادنى للاجر على مستوى القطاع العام 53000 موظف، وعلى مستوى القطاع الخاص الزياده على مرحلتين. النتيجه هي صندوق التعويض على فقدان الشغل. النتيجه هي الحد الادنى للمعاشات 92500 موظف، مشينا ل 1000 درهم. طيب. النتيجه هي
إلغاء الشرط ديال 3240 يوم للاستفادة من المخصصات ديال التقاعد. النتيجة هي توسيع العلاجات ديال الأسنان. النتيجة هي جوج فاصلة 8 لا غادي نجيو لي من بعد جوج فاصلة لا سمحتي لي خصني نكمل هذه النتائج لأن المواطنين ما خصهمش يسمعوا واحد الكلام كيقول الحكومة ما كتحاورش، الحكومة ما كتنفذش الالتزامات، الحكومة بالعكس الحكومة مشات وقفات المواطنين ربما سيدي وزير ما تيسمعوش ولكن تيحسوا فواتير الماء والكهرباء فاش كيمشي وكيلقى واحد كتجيه 100 درهم ولا كتجيه 700 والناس خرجوا في الشوارع وخرجوا في المدن. سيد المسير راك كتقاطعني في الكلام. لا ما كنقاطع انا، لا انا كنحاول نكمل الاجوبه ديالي. شوف النقاش هو اخذ ورد، لا اخذ ورد ولكن يكون مع الجميع. طيب مع الجميع كنتناقش. طيب لا سمحتي لي، لا سمحتي لي، لكن الفكره ان عطيتك ما يعني ما يكونش باش حتى لا اتهم بانني ما كنعطيش. كاينه فكره جوهريه نقولها اللي هي ان زياده في الاسعار ديال الكهرباء كتهم الفئات اللي عندها الاشطر العليا. تم استثناء 4.1 مليون اسره مغربيه فاش جات حكومه التناوب في 2002 انتهت الحكومه ديال التناوب كانوا المغاربه 52% هما اللي عندهم الكهرباء. دابا الان نوصلوا 99%، 100,000 اسره مغربيه قررنا يوصلها الكهرباء باي برنامج ب 27 مليار درهم، لان هذا الاصلاح لانقاذ المكتب الوطني للكهرباء كما انقاذ صندوق المقاصه كما انقاذ التقاعد. طيب كلام واضح. هذا الانقاذ 70%، لا راه الكلام غير واضح لاني ما قلتش، لان الاخوان طرحوا السؤال قالوا واش الدوله ما كتساهمش وجيوب المواطنين. لا 70% من الاصلاح ديال انظمه التقاعد تخلص الانظمه ديال النظام الكهرباء تخلص الدوله 27 مليار درهم. ونزيدك معلومه الكثيرين معلومه يعني لا معلومه كثيرين ما كينتبهوش ليها في الاصلاح ديال انظمه التقاعد بالاضافه للمساهمه العاديه ديال الدوله اللي هي 13 مليار ونص ديال الدرهم سنويا، كاين المساهمه اللي غادي تكون عندنا فيما يتعلق بالكلفه ديال الاصلاح اللي هي حوالي 5 مليار ديال الدرهم. هذه المساهمات منين كنعبئوها؟ كنعبئوها من الاصلاحات الكبرى اللي كنجزوها، ولهذا ما نغلطوش المواطنين. 4.1 مليون اسره مغربيه ما غاديش تقاس زياده الاسعار ولا شي واحد تقاس بالزياده. السيد رئيس الحكومه تعهد بالتدخل لتصحيح اي اختلال في عمليه اداء فواتير الكهرباء. ما هي القطاعات او هل تتوقعون استجابه يعني كبيره وواسعه فيما يخص هذا الاضراب؟ لا ثانيا ما هي القطاعات التي تعود عليها الضغط على الحكومه من اجل التنازلات؟ قبل سأتي الاضراب يوم الاربعاء 29 اكتوبر من الاسبوع المقبل ساعود اليه بالتفصيل، ولكن قبل ذلك ومن اسباب نزول هذا الاضراب هناك عدد من القضايا المهمه جدا الخصها الهجوم على القدره الشرائيه والمواطنون يحسون بذلك. سيد الوزير عدد لك مجموعة من المنجزات قامت بها الحكومة. سأرد عن المنجزات، هي ليست منجزات، هي تطبيق لاتفاقات سابقة أنجزناها نحن. الحمد لله هذا الأول. أنكم عصرتوا بأننا على الأقل كنطبقوا الاتفاقات. تطبقون الحمد لله. لأن استمرارية الإدارة. الحمد لله. هذا مهم جدا، لأنهم يجب أن يصدقوا ما بين أيديهم. كما يقال في القرآن الكريم. أدنى ديال المتقاعدين ديال الجماعات المحلية واش كان في الاتفاق ديال 29 أبريل؟ كان في الاتفاق السابق. كان لا ديال 29 أبريل. أنتم طبقتوا فقط. خلينا الله يرضي عليك. زيادة في منحة الطلبة كانت في الاتفاق. طيب خلي السي حيتوم يكمل الفكرة ديالو. خليني دابا نكمل. تفضل السي حيتوم. فيما يخص علاجات الأسنان والتفتيش في السينيسيس. هذه الاتفاقات كنديروها في المجلس الإداري ديال السينيسيس اللي حنا ممثلين فيه والباترونا والحكومة ممتلة كذلك. خدينا عدد من الاتفاقات اللي بقية الحكومة تعرقلها الآن ملي كيقول لك المجلس عاد اتفق عليه، لأن المجلس الوزاري أو الحكومة لا تصرف شيئا على أموال الصندوق سي لو كونتريبيال هذا لي زيبارنيون، هذا الادخارات ديالنا ديال الأجراء، وبالتالي نسيرها من طرف مجلس إداري. التفتيش طالبنا وطالب السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعادة الهيكلة والزيادة في الموارد البشرية. وزارة المالية هي من تعرقل حتى الآن. فيما يخص لوينو اللي تكلم عليه، لوينو يعيش حالة تفكيك، بمعنى أن هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة جدا فيها مشاكل كبرى. اليوم هناك إضراب جهوي في الدار البيضاء ووقف احتجاجي أمام الإدارة من طرف مناضلي الجامعة الوطنية للطاقة لإنتاج الطاقة اللي هم لهم قاموا بإضراب وسيقومون بإضراب كذلك يوم 29 أكتوبر إن شاء الله. إذا المكتسبات التي قالها السيد الوزير وأعدها هي تطبيق لاتفاقيات سابقة، وبالتالي
لا يجب أن تمنى كل مرة لأنها كانت مصدقة ما بينها، بمعنى أنها استمرارية الإدارة يجب أن تمنى. فيما يخص الاستجابة، نحن الآن منذ اتخاذ القرار والأعمال داخل المقرات المركزية الثلاث، وأضيفت مركزية أخرى هي الاتحاد العام، وشاركت كل أطياف الحركة النقابية الصغيرة منها والكبرى حتى من النقابات التي تميل إلى الحزب، وصلتنا أخبار ورسائل رسمية من طرف عدد من القطاعات والجهات لتنفيذ هذا الإضراب. لأن الإضراب أن السابق الإضراب وما قد بأنه فشل، ما كانت استجابة واسعة. لم نشارك في هذا الإضراب ولو أننا قلنا هو حق مشروع. الآن هذا إضراب وطني يهم الشعب المغربي كامل وكل الطيف السياسي. الأخ فكاك هو عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، عدد كبير جدا من مناضلي التقدم والاشتراكية ماشي فقط مساهمين في الإضراب، يصنعون قرار الإضراب، عدد من مناضلي العدالة والتنمية منتخبين في الجماعات وأعضاء في الاتحاد المغربي للشغل سينخرطون، كل الطيف السياسي بدون استثناء مع هذا القرار التاريخي، لأنه يؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ المغرب. ما هي هذه المرحلة وما هو عنوانها؟ هذا هو المهم، هو أن يوم أعلنت المركزيات الثلاث وحدتها وبداية توحدها هي من أجل فتح وانفتاح المجال السياسي في المغرب الذي عرف تدهورا وتبخيسا حقيرا بدأ يدفع بالشباب الى العزوف اكثر من اللازم. ولكن كما قلنا سنتحمل كيك، واش ماشي واش محض الصدفه بانه كل هاد الناس هادو اجتمعوا ضد هاد الحكومه؟ انا غنجاوبك على هذا. ماشي هذا دائما صدفه ولا اتهام دائما كان يوجه وهاد القطيعه اللي كانت ما بين السي دي تي وما بين اليو ام تي مثلا، ودابا اتفقتوا يعني ما كاينش ديال السياسه مثلا. لا لا هذا كما قلت قبيله كان على الحكومه وعلى كل متخذي القرار السياسي في هذا البلد ان يبتهجوا لهذه العملية، لأن بدون هو تنسيق استراتيجي ولا بدون حركة نقابية قوية وموحدة لا يمكن أن نضمن استقرار البلد. ولكن كمل الفكرة اللي بديتها، لأن قلنا في تصريح 29 يناير بأنه اختيار استراتيجي لاضطلاع الطبقة العاملة بدورها الطلائعي في المجتمع وفي قوة قرارها، وهذا ما نقوم به الآن. إذن للإضراب العام ما بعده، ما يجب أن أؤكد عليه هو أننا لم نقم بهذا الإضراب وليكون سين ديالنا في الإضراب في القطاعات كلها واضحة، سيكون وسنبدأ بالتطبيق الفعلي لما هو مطلوب منا في تنظيم قانون الإضراب. نحن سنعلم وما على الحكومة إلا أن تجمع ليكون سين الإضراب، بمعنى أن السلم والسلامة في عملية الإضراب ستكون مضمونة. ما يسميه الحد الأدنى يعني في ليزيرجونس في ليزوبيتو في المنشآت العمومية اللي هي ديالنا، نحن من بناها، العمال اللي بنوها غادي يحافظوا عليها، وغادي يكون كذلك الإضراب اقتصادي لتوقيف عجلة الاقتصاد في جميع المرافق المهمة في البلد، من نقل بالموانئ، الطيران، السكك الحديدية، النقل البري، فكرة واضحة. كل القطاعات الأساسية سيدة توريا. أنا بشرنا قلنا السيد الوزير على أنه رئاسة الحكومة دارت لجنة سميتها فض النزاعات، وكيدار لي هذه اللجنة سميتها فض النزاعات بالهراوات، لأنه إحنا كنعرفوا بأن الشعب المغربي كله خرج في ميدل، تخرجوا في طوشطة، تخرجوا في الرشيدية، محاكمات ديال الإخوان ديالنا في ورزازات، محاكمات ديال القطاع في بعض الفلاحين اللي في الضيعات، هادشي كله فض النزاعات. ولكن الشعب المغربي راه عارفها وشي كلشي متبعها، هذه من أجل أننا كنقولوا هذا. إحنا كنا كننتظروا وعطينا فرصة لهاد الحكومة، العيب والعار لو كان كانت باش نقولوا سياسي كان غير نصبط ذاك الحكومه داز الزعام عليها شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور ولا نقول واحد الحقد سياسي ونضنا وهجمنا. لا، حنا طلبنا الحوار وطلبنا الاتفاق. ومازال كنزيد ناكد على السيد الوزير وكنقول له بانه داك الشيء اللي كتقول تلاقينا وجلسنا وهضرنا، حنا عندنا كنقولوا فاس ودن كيالك، حنا كنهضروا
وكنقولوا شنو كاين اياه غادي نديروا حتى شي حاجه ما تحققت. جيب لي انا شي حاجه اسمح لي يا استاذ نقولوا كان انا با كيعجبني بعدا غير واحد اللغه فيها قوه الارقام والتنميه كذا وكذا. التنميه انا كنعرفها سيدي في القفه، التنميه انا كنعرفها من كيمشي ولدي للمدرسه وكيقرا في قسم فيه 50 واحد كيقري الاستاذ وكيقرا ولدي انا ولا بنتي. انا كان العمل باش كنعرفوا الاداء الحكومي هي ملي كنمشي للسبيطار وانا ما عنديش وفقير وما عنديش الامكانيات وكنلقى داك الخدمه موفره، هذه كنعرفها انا كنحس بها كمواطن. منين كنمشي للنقل العمومي وكيكون فيه حافلات بعد اولا بواحد الوضع مهترئ والناس يعني حتى الانسانيه والكرامه ديال المواطن المغربي فيها كتقاس، التذكره ديال السفر غير في القطار من الرباط للدار البيضاء شحال ماشي في متناول الجميع. بالنسبه لينا ملي كيكون سكن لائق، سكن لائق اللي كيمكن لي نعيش فيه بكرامتي، هذه كنعرف بان الحكومه دارت لي شي حاجه. فاش كان من بين الاتفاقات اللي كانت الاتفاقات ما بين الحكومه وما بين ارباب العمل وما بين النقابات، وكانت في سميتو في منظمه العمل وهي العمل اللائق. العمل اللائق من بين الاشياء اللي فيه الاولى وهي الحريات النقابيه. حنا عندنا غير يوسفي باش يندار مكتب، كيندار المكتب في الصباح كيطردوا الناس في العشيه. هذه حريات نقابيه؟ ما كايناش الحريات النقابيه. هناك كذلك ما كنسميوه وكيقال الاخ حيتم والسلطات كتفرج. كاين هناك كذلك ما نسميه بالاتفاقيات الاساسيه. الاتفاقيات الاساسيه فيها الحريات النقابيه اللي مازال ما صدقتوا عليها، صدقتوا ولا ما صدقتوش فاش درنا الاتفاق فاش قلنا العمل اللائق انتم ملزمون باش تصاوبوا. من بين الاشياء كذلك هو الاجر. الاجر يكون اجر اللي كيضمن العيش الكريم، هكا العيش الكريم. سميك في نرجعوا شويه للسياسه، ياك في البرنامج الحكومي ديال هذا يا 3000 درهم. احنا ما شفناش كاع 3000 درهم. انا غنجيب لك الناس اللي في قطاع ديال التعليم، هذوك اللي كنا كنقولوا حد في السلالم الدنيا واللي درنا داروا لهم العمل الهش اللي كيعيشوا ظروف كيخدموا من الصباح حتى العشيه باقل من طيب وبالتالي نكمل لك استاذ الهشاشه. الهشاشه هي انه الناس كتشتغل بعقد محدده المده وكنقولوا لهم ستاج وكندوزوا عليهم ما عرفت شحال مده ونطردوهم ونعاودوا نردوهم ونعاودوا نطردوهم ونعاودوا نردوهم. طيب استاذ وبالتالي 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 كاين كذلك سميك وسماك. كاين بزاف ديال ما يتقال في هذا الاشياء. لا خاص المواطنين. لا المواطن راه كيعرف المواطنين هذا الشيء راه درنا فيه حلقات وحلقات. رجع للسفكه قال لك الوساطه. ما كاينه وساطه ولا ما وساطه. اليوم باش نبقاو في الاضراب باش نبقاو في الاضراب لانه كتقول له واش كاينه وساطه على الاضراب. راه حزب التقدم الاشتراكيه في الاغلبيه الحكوميه. شي فكره من الوساطه الا كان غيديروا شي حاجه يديروها في الحكومه. طيب. يديروها في الحكومه يمشيو طيب. في الحكومه طيب. وبالتالي سي فكاك السؤال يعني هذا الصرد ديال هذه المجموعه ديال المشاكل مجموعه من القضايا اللي في جميع الاحوال المغاربه تيحسوها وتيعرفوها، واش بغيتوا من هاد النقابات يوقفوا يعني مكتوفي الايدي وما يديروا حتى حاجه وبالتالي خاصهم يتحركوا باش يوقفوا هذا النزيف؟ هذا من حقهم الدستوري. لا بعد واحد التوضيح الاخ الصديق حيتم، الا كانوا المناضلين ديال حزب التقدم الاشتراكي في الاتحاد المغربي للشغل ملتزمين، هذا المثال اللي عطيتي هذا يحسب لنا ماشي ضدنا. ان احنا في الحزب نؤمن باستقلاليه النقابه. والدليل هو واحد الوقت شي نقابات محترمه تابعه الاحزاب لما كانت الاحزاب ديالها في الحكومه ساكته ما تديرش الاضرابات، ولكن دابا حيت الاحزاب ديالها خرجت من الحكومه تدير الاضرابات. وبالتالي انا بالنسبه لي هذا تحسب ويمكن حتى النقابه الاستطرافيه الا دارت هذه تحسب قيمه مضافه للحزب، انه النقابه خصها تكون مستقله على الحزب. واش هذا ماشي مؤشر على واحد السخط عارم؟ ابدا سخط عارم على هذه الحكومه. لا 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 ابدا لا لا. ثانيا انا ما متفقش مع الاخ حيتم فاش تيقول الاضراب يهم الشعب المغربي. الشعب المغربي ماشي كله موظف ولا منقب. طبعا الاضراب يهم طبعا يهم الشعب المغربي في الاستقرار في الاراء في الافكار السياسيه هذا شيء طبيعي، ولكن بلاتي حنا جايين زياده. انا بغيت ادعو النقابات نفكروا كمغاربه، هذا النقاش والصراع طبيعي يكون. انا بغيت النقابات في المغرب وهذا من منطلق وطني وحتى حنا كبرنا في العمل النقابي، خصنا نوصلوا واحد الوقت في المغرب لان منين اللوح المطلب الزياده في الاجور وكذا وكذا هذه هضره سهله، هذا الكلام هذا سهل، ولكن السؤال المطروح
واش زعما السي بن كيران عنده الفلوس في الحكومه في جيبه وما بغاش يزيدها؟ راه ما كرهش حتى هو يزيد الموظفين، حتى هو راه ما كرهش، حتى حنا عندنا مناضلين تيعيشوا حتى هما بظروف وحنا كذلك، ولكن السؤال المطروح واش نقدوا واش ميزانيه الدوله واش الامكانيات الاقتصاديه ديال الدوله تسمح بالزياده في اجور الموظفين؟ الكتله الاجور اليوم 105 مليار درهم، السؤال المطروح هو العمل على تقويه موارد الدوله، خاصنا نكبروا الخبزه ديال هذه البلاد باش يمكن لنا نقسموا الثروه، خاص اصلاح ضريبي، خاص اصلاح جبائي. ثم حتى بالنسبه للتقاعد يمكن واحد القضيه فيها غير واحد لانيونس بالنسبه للاصلاح الجزئي والشمولي. شوف راه ما يمكنش نقولوا كاين نقابات تقول لك الاصلاح الشمولي لصناديق التقاعد، جميل هذا الكلام هذا، ونتسناو حتى الاصلاح الشمولي، لا كاين اليوم كاين شي حاجه مطروحه اليوم نعتقو السفينه قادو التوازن صندوق التقاعد وام ميم طون نشتغلوا على الاصلاح الشمولي، لان دابا غينهار خصنا نديروا بعض الاجراءات التقنيه الاداريه، ضروري نديروا ذوك الاجراءات، وفي نفس الوقت حنا عندنا منظور ديال الا بغينا نحلوا الصناديق التقاعد وهذا الطفل المشروع اللي يعني اللي مقدم من طرف يعني من طرف يعني الحكومه طبعا من بعد ما يكون نهائي، هو هذه غير المرحله الاولى ديال لاسيمير، من بعد غتجي الصناديق الاخرى، لانه لا يمكن اصلاح نظام التقاعد في صندوق واحد بوحدو، الهدف هو اصلاح شمولي، والحل الحقيقي هو توسيع التغطيه الاجتماعيه. سي حيتهم تيعرف هذا الشيء احسن مني، انه لما تنوسعوا، لانه هو اصلا نظام تعاضدي، لما تنوسعوا عدد المستفيدين كما قال قبيله السي سي 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 مصطفى، لانه العدد ضعف يعني عدم التوازن ديال الصندوق جاي بان يعني العدد اللي تيدخلوا الوظيفه العموميه قليل، وبالتالي النفقات هي اكثر من الواردات ديال الصندوق. هذا مساله. نقطه اخرى بغيت نقولها انا للحكومه وتحسب لهذه الحكومه، الاصلاح كان خصو يدار في 2004 ماشي حتى دابا، كان خصو يدار في 2004 فاش الحكومه في عهد السيف تحلى والعلو سيدري جطو عطات 11 مليار درهم، وكل عام ضيع، ويجب الاعتراف بالجراه السياسيه ديال هذه الحكومه، ماشي تنديروها ضدا على النقابات ابدا، لان الفرق ما بين واحد مسؤول ورجل دوله وواحد المنتقدين ديالكم كيقول الحكومه تجرات غير على الطبقات المتوسطه والبسيطه مسكينه والهشه، لا 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 الجراه جات غير على حساب جيوب المواطنين، للاسف الاخرين ما خداوش هذه الجراه. شوف رجل السياسه اليوم بامكان هذه الحكومه دير البوبوليزم، دير الشعبويه، وتا هي تدوز 2016 وتربح انتخابيا، ولكن البلاد غتخسر. انا طبعا ما غنقولش هذيك الهضره ديالها غتخسر، لا لا ابدا، حنا بغينا البلاد تربح وبغينا الاحزاب تربح وبغينا الاستقرار ديال المغرب يربح، وبالتالي ستحسب لهذه الحكومه بغات تصلح هذه المؤسسات، لان الاصلاح ديال هذه الصناديق واش الحكومه غديرها بجيبها؟ راه الاصلاح ديال الصناديق ملي غتوازن غتحرك عاود باش تيمكن لها تخلص، يعني نفكروا في الاجيال المقبله. طيب انتم هذا فيما يخص التقاعد، انتم كحزب التقدم والاشتراكيه واحد الاعمده ديال يعني التحالف الحكومي، واش راضيين؟ واش ناقشتوا بحده هذه المسائل ديال غلاء المعيشه وديال الزياده في الفواتير وديال وديال وديال؟ لا طبعا حنا تنتناقشوا في هذا الشيء، ولكن اولا فيما يخص الاشياء المدعمه طبعا هناك باش نكون نهضروا مع المغاربه واضحين، واش مطيجه مدعمه باش الى طلعت 10 دراهم ولا هبطت 2 دراهم باش يمكن لي نشوف الثمن ديالها؟ الحكومه تتكلم عن الاشياء المدعمه، نشوفوا هذا الموقف الممتاز ديال الحكومه وديال السي الوفاء اللي هددهم ما تزيدوش في ثمن الخبز، هذه ما شناهاش، شنا غير طلعت هذه وطلعت هذه. فيما يخص المكتب الوطني للكهرباء راه قدم السي مصطفى التفسيرات، راه هذه الحكومه خاص تحسب لها انها نقدت هذا المكتب، واش بغيتوا ننقدوا هذه المؤسسه التي تشتغل التي تشتغل مع المغاربه كاملين ولا نخليوها تنهار؟ لانه شوف خصنا نوصلوا لهذا المستوى يعني المتقدم باش الاخوان في المنظمات النقابيه راه ماشي ما بقاتش مذكره دير دير، لا خص تكون اقتراحات مضبوطه وهي هي اللي غتحل المحور الثاني بحال في الدول الديمقراطيه. نشوف المقاوله رابحه وطالبوا بالزياده في الاجور، ولما نشوف المقاوله ما رابحاش ما نطالبش بالزياده طيب. في الاجور. استاذ ليا عندي واحد تدقيق، فاش قلنا النقابات عليها ان تتحمل مسؤوليتها في عدم تهديد السلم الاجتماعي، هذا الكلام ما قلناش من فراغ، وان تتحمل مسؤوليتها للابعاد السياسيه لهذا الامر. علاش؟ لان الان السيد عضو اللجنه الاداريه ديال الاتحاد المغربي للشغل ماذا يقول؟ يقول شل النقل، ايقاف عجله الاقتصاد، الطيف السياسي، الشعب المغربي، فقط سنؤمن الحد الادنى من المستعجلات. انتم اللي جبرتوهم على هذا الشيء؟ انتم اللي جبرتوهم على هذا الشيء؟ لا دابا انا كنقول لك انا دابا نعطي واش كاين شي اضراب؟ انا عمري ما سمعت شي اضراب، الناس غادي يجيو وما غاديش يشلوا الموانئ، هذا الشيء اللي قلتيه. وبالتالي باش غيضغطوا عليكم، وبالتالي باش غيضغطوا عليكم، باش غيضغطوا عليكم. اذا تفضل صحابنا كنتفلاو. اذا 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 لا سمحتوا لي ما قطعتكش. تفضل تفضل سيد وزير، قلتي كلام كثير وما قطعتكش. انا ما قطعتش، انا اللي نقاطع بوحدي، ولكن لا ما تكثرش لي الافكار باش المواطن المستمع. قلت لان كاين اللي كيقول هذه الحكومه هدات، دابا انت بداتك فاش تبعتي معايا الاستدلال انطلاقا مما قيل في هذا اللقاء، باش نفهموا شكون اللي عنده برنامج
لإيقاف عجلة الاقتصاد، لشل حركة النقل، لإرباك المسار الاقتصادي التنموي اللي مشات فيه البلاد، لإرباك أن المغرب قطب للاستثمارات الأجنبية، بحيث أن المهن العالمية كتجي الاستثمارات الأجنبية كتجي 114 ألف منصب شغل السنة الماضية تحققت. هذا برنامج العمل. ماذا قلت لي؟ قلت احنا جبرناهم. وقتاش ممكن نكون معك في هذه الكلمة أننا جبرناهم؟ هو كان باب الحوار مسدود. هو كل ما اجتمعناش هذه السنة سلسلة من الاجتماعات اللي عطيتها بالتواريخ المدققة، هو كل ما كناش كننفذوا الإجراءات وكنا ناس مسؤولين. وفاش قلت هذه الإجراءات؟ نعطي واحد المثال، لأن الناس كيقولوا كاين الزيادة في الأسعار المواد، المواد الغذائية ما تزادش الأسعار. زاد في الحليب وزاد في الطحين. الحليب عندك الصح وقعت فيه زيادة في 2013 وحتى هذاك القرار بلات. ودانون كينقصوا من بدون ذكر أسماء، بدون ذكر أسماء الشركات. بدون ذكر أسماء الشركات. لا اسمحي لي يا أختي. ديزوني. لا أنا نتوقف وقولي تفضل السيد الوزير، تفضل باش تخدموا في النقاش، تفضل. قلت فاش قلتي زيادة في الحليب هذا استثناء. علاش؟ أنا هضرت على المواد الغذائية، الخضروات، الفواكه اللي نجوا الفلاحين المغاربة واللي جاو كيتشكاو أن الأسعار فاش نزلات، لأن حنا القمح راه 2.8 ديال مليار ديال الدرهم من صندوق ديال المقاصة وما قصناهاش، رفعنا الحكمة ديال التدبير ديالها والشفافية، ولغينا الرسوم الجمركية ديال استيراد القمح. علاش؟ باش المغاربه فاش يمشيو يشريو الطحين ما يتاثرش الثمن، وبدينا كنعنوا على هذاك الشيء بالمناطق ديالو. شنو دارت الحكومه لفائده المواطن؟ هذا العام كان عندنا صندوق دعم التماسك الاجتماعي 3.8 مليار درهم لهذا الصندوق من اجل التغطيه الصحيه مبرمجه 2015. ما علاش درنا 3.8 في الوقت اللي في 2014 درنا جوج؟ هاد 1.8 المليار ديال الدرهم منين جبناها؟ وفرنا من صندوق ديال المقاصة اللي كان كيمشي في ليسونس كيتستعمل في لي كات كات وتوجه للتغطية الصحية ديال الفقراء، أزيد من 600 عملية المعالجة الاستشفائية تمت في إطار الرميد. أنجي للتعليم، التعليم راه أزيد، هي هاد السنة عندنا مبرمجة أزيد من 200 مؤسسة تعليمية تبنى. في البرنامج ديال الإنقاذ ديال المكتب الوطني للكهرباء عندنا المئات ديال المؤسسات التعليمية اللي نوصلوا لها الضوء والماء. أنا بتفق معك أختي أن الأوضاع الاجتماعية المغرب راه ماشي جنة. المغرب مازال الثروة ديالو كتنتج وما كتوزعش بشكل عادل. ولهذا حنا شنو الأولوية اللي عطينا؟ سيد الوزير قد يقول قائل بأن هذا لا سمحتي لي أنا في إطار في إطار. قد يقول قائل بأن ربما هذا الكلام المغاربة ربما كيسحب له بحال كتحدث على شي بلد آخر، ربما هو يندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها. هذا الكلام ما كيحسوش به المغاربة في أرض الواقع. سمحتي لي المغاربة الآن المغربي كيحسوا بالمشاكل اليومية ديالهم. المغربي كيمشيو للسبيطار ما كيلقاوش كما عندو الإخوان المشاكل اللي عارفينها المغاربة كامل. أنا سأجيبك بدقة وتعطيني شوية الوقت، لان راه كيكون عندي افكار بوقائع وبارقام. لان المغاربه كيقول لك هذه الاجراءات اللي درتيها واش وصلتني؟ واش قصتها؟ طالب هاد 272 الف طالب كنا قبل ما نجيو كانت 170 الف طالب اللي كتاخذ المنحه، دابا 200 هاد 100 الف طالب الجداد واللي المنحه ديال تزادت ب 50% مليار ديال الدرهم. هذا الطالب قاس المنحه بيده وصلاته. هذيك السيده اللي كان عندها المعاش ديال 150 درهم او 100 درهم وقاصت المعاش في يديها ولا 1000 درهم، هادشي ما كنمنوش. انا متفق مع السي اخ العزيز على الموضوع ديال حرام، حرام علينا نمنوا على المغاربه، لان هذه فلوس الشعب، الثروه ديال الشعب. حنا حنا كما قلت لك حنا شركاء وكننفذوا الالتزامات وفي خدمة المغاربة. طيب هذا ليس للمن إلى حد الآن. إلى حد الآن خليني نكمل لك يا أخي. لا نقاش باقي مجموعة من العناصر. شوف لا خصني نكمل المعطيات اللي هي أساسية، لأن الناس يقول لك لم يتحقق أي شيء. كيف لم يتحقق أي شيء وعاد هذا الأسبوع صدقنا على القانون ديال صندوق التعويض على فقدان الشغل؟ كيف لم يتحقق شيء ونفدنا 10 سنوات هو حصل؟ كان اتفاق قديم من 2004 والناس كتحدث عليه. ولكن جات هذه الحكومه وكانت عندها الجراه. تصور معايا في 2012 مشينا تسلفنا، كينتقدوا لنا علاش تسلفنا، ولكن ما شافوش بان جزء من الاسباب اللي دفعتنا للاستدانه هو نخلصوا الميزانيه ديال الحوار الاجتماعي، الزياده ديال 600 درهم ديال الاجور،
نخلصوا الترقيات الاستثنائيه 3.2 المليار ديال الدرهم، 13.2 المليار ديال الدرهم لميزانيه الحوار الاجتماعي في 2012. طيب الى حنا نعطيك انا مثال، ما سمعنا الى حد الان سيد الوزير، ما سمعتوه هو ان المغاربه الطبقه الوسطى اللي كنتحدثوا عليها وفي قطاع التعليم اللي فيه حوالي 300,000 مع التعليم العالي لقاو زيادات في الترقيه 2.2 المليار ديال الدرهم نزلته في زياده في الاجره بسبب الترقيه الاستثنائيه. طيب ما سمعنا الى حد الان هل يشكل بيئه صالحه لاي حوار اجتماعي مرتقب؟ لانه يبدو انه كاين مشكل ثقه خطير. لا ما كاينش مشكل ثقه، والدليل دليل بالنسبه الينا واخا الاخوان في النقابات اعلنوا الاضراب، كنا صارمين في قضيتين، اضراب حق مشروع ومكفول، ولكن في نفس الوقت اختطع من الاجر اللي ما بغيتش اضراب. اختطع من الاجر هذاك اجراء قانوني كسب به المغرب ضمان استمراريه الخدمات العموميه. المواطنين المغاربه اللي كان في 2011 كيمشي للسبيطار كيلقى الاضراب، كيمشي للمحكمه خصو ولده يخرج من الحبس ما كيلقاش اللي يوقع الورقه، كيمشي للبلديه باش يدير ليغاليزاسيون ديال كذا خصو يمشي للمقهى ولا يقلب على هذا، كيمشي للمدرسه ولده ازيد من 200 يوم، 46 مليار ديال الدرهم ديال التعليم فاش كيمشي لنا منها الثلثين ديال الايام. هذا المواطن المغربي فاش طبقنا الاجره مقابل العمل ولات المرافق العموميه مستمره، وهذاك اجراء قانوني لا رجعه عنه سيطبق. ولكن نضيف واحد القضيه اللي هي باختصار. اساسيه باختصار. هي باختصار. هي الاخوان طرحوا واحد المشكل وهو مهم في الزياده في الاسعار، كيقولوا فاش تحيد هذاك الشيء ديال الدعم ديال الغازوال وديال ليسونس كيتاثر النقل العمومي. قانون الماليه اللي قدمناه 114 مليون درهم، 11 المليار سنتيم وزياده مخصص للصندوق لاياش باش كنعوضوا الطاكسيات والطوبيسات، سعر الغازوال طلع كنعوضوهم باش ما يزيدوش على المواطن. ربما صحاب هذا اجراء عملي، ربما صحاب الطاكسيات غيردوا عليكم في الاضراب. لا سمحتي لي، لا سمحتي لي. طيب هذه الحكومه باش نوجه الكلمه. طيب سي حيتم نفس السؤال وجه السيد الوزير فيما يخص المشكل ديال الثقه، كيفاش كتصوروا اي في حال تم ليست الدعوة؟ هناك مشكلة. انا كان سؤال، انا فقط عندي الحق نطرح السؤال. اما عندي الحق نطرح السؤال، لا سمحتي نعطيك معطر رقمي. لا 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 بقاش كاين معطر رقمي اساسي خصهم يعرفوه. 15,000 تظاهره وقفه سنويا، الا كانت بعض الحالات الغير المقبوله والمرفوضه اللي كيوقع فيها انتهاك الحريه العمل النقابي، الحكومه الى جانب صحيتم في ذلك. تفكير. ولكن الحاله العامه 15,000 صحيتم، واش كنت حاله مشكل ثقه ولا ما كاينش؟ ها هو المشكل اللي ذكر السيد الوزير، ان الحوار دواء على الحوار ما قبل 2014. باش نكون ولاد اليوم، احنا بدينا المسلسل ديال الوحده النقابيه ديال التنسيق والمذكره المشتركه في يناير 2014. تقدمت المذكره اللي ذكرت. وما بدينا الحوار حتى كانت المسيره التاريخيه اللي تكلمت عليها 6 ابريل فعلا درنا 3 الجولات لافاي دو برومي ماي، لان هذيك الساعه بدات التهديدات جديه. كانت 3 الحوارات اخرها هو ديال 29. 29 ياش؟ 29 ابريل. أيوة. اللي تم الاتفاق فيه 2014. ما اتفقناش على كل شيء وخلينا الحكومه خدات هذاك القرار داير حتى ل 12 الليل، عاد بلغنا به وزير سميتو والصباح قلنا ما اتفقناش، ولكن على اساس اننا غنستمروا في الحوار ما بعد فاتح ماي، وبالضبط تحدد حتى 10 ماي. لم تلتزم الحكومه منذ انذاك باي حوار اجتماعي حول الملف المطلبي الشمولي. ورسلناها بالضبط يوم 10 ماي اللي وصل الوقت، هاي المراسلة وقع من 3 أمناء وصلناها للحكومة نهار 12/5 هي رئاسة الحكومة. فمنذ هذا الوقت ما كاينش حوار اجتماعي، هذا الدليل. ولكن السؤال ديالي واش كاين، واش كاين ثقة ولا ما كايناش؟ تسنى طال أخ، أنا نكمل لك ها كيفاش بدات عناصر الثقة تتزعزع من هذا الوقت. هناك طبعا احنا ما واقفينش، لأن الإخوان تيقول لك حوار، احنا أعضاء في السي إس طبيعة الحال موجودين نشتغل بشكل عادي، وانا غنجي للسي اس والسندياش والمؤسسات الدستوريه الاخرى. هناك حوارات قطاعيه عقدنا اتفاقيات جماعيه اخرها ديال الابي ام بحضور وزير الشغل وكذا. نحن قلت ما كانتش اتفاقيات جماعيه، اتفاقيات جماعيه نحن رائدين فيها في العالم. الحكومه
اللي ما كتصنطش هذا باش نقول لك الاتفاقيات الجماعيه اش كنديروا غير كنعيطوا للحكومه تحضر سيتو حنا رائدين فيها ابي ام ميناء طنجه المتوسطي اللي كان فيه صراع مرير وكانت تعطات بعض الضمانات بان ما غتكونش النقابه تما فالمناضلين ديالنا اسسوا النقابه وناضلوا وصلت المساله للسجن والاعتقال وتعطات تكييفات اخرى فاذا به يعني تمخذ الجبل فولد فأرًا بان بان المتابعه في الاخر غير ب 288 والان اتفاقيه جماعيه في ابي ام بطنجه ومستوى متقدم اذا ما كنتكلموش على هذا الحوار احنا كنديروه قطاعيا بعض القطاعات متخلفه في الحوار نايب واحد العدد ديال ديال طيب المؤسسات ايضا الحكومه كتهم خلينا فاش كتدخلوا هذا الحوار لا في الشفوي وما كاينش اقتراح ديال البدائل هنا كنتهموها بانها ما دارتش الحوار بعدها من يعني الحكومه كتقول لكم بانه شنو عندي ها الميزانيه اللي كاين ونشوفوا كيفاش احنا غنجيو نعتقوا هذا انا غنجيك المداخيل من يعني مثلا التشكي والانتقاد وبغينا الزياده وبغينا الاخ ولكن هادشي اللي كاين واش على الموارد واحد الاجراء نقول لك واحد المعلومه تفضل 18 يونيو 2014 جات مور 10 ماي وكان اجتماع التقاعد وذكر التقاعد اذا كان اجتماع دقيق كما كتحاول تكون دقيق انا ادق منك استاذ خلفي لا انا ادق منك في الكلمات قلتي ما كان حتى شي اجتماع ما كان اجتماع حول الملف المطلبي اللي حول المذكرة التقاعد فيه نقطة من نقط نقطة واحدة تبارك وماشي ماشي لجنة الحوار الاجتماعي المهم انعقد 18 يونيو انعقدت مؤسسة كتسمى وانا عضو فيها كتسمى اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللي تفرعت عليها اللجنة التقنية راني عارف اللي بغيت نعرف الحوار الاجتماعي موقف من يوم 29 أبريل 2014 وقلت لكم الصراحة كاين حوارات قطاعية بعض القطاعات وكاين حوارات في المؤسسات ولكن الحوار الاجتماعي بين الحكومة رسميا وبين المركزيات النقابية توقف وذكرنا في 10 ماي وأعدنا التذكير ولما اجتمعنا في يونيو حول التقاعد تقدمنا بمذكرتنا وطالبنا بفتح الحوار ولما أخذنا قرار الإضراب أخذناه في 20 شتنبر 2014 ولم نحدد التاريخ أخذته الأجهزة التقريرية للمنظمات وتركت كذلك فرصة فلم تعر أن الحكومة أي اهتمام لذلك وبالتالي بعد ذلك وبعد استشارات وبعد رسائل كذلك إلى من يهمهم الأمر اتخذنا القرار وفعلا ما في لا وساطة ولا حيت هذه ماشي أساليب في الحقيقة كذلك ما كاين لا وساطة ولا بعض محاولات بعض كهضر على الاتصال بعض الصحفيين الإخوان في لا ماشي بعض الصحفيين كهضر على الاتصال لا الإخوان في البي بي اس داروا محاولات داخل الحكومة بينهم طيب معنا احنا خليني نكمل لا لا باقي جوج نقاط اساسيه باختصار وهو انه المؤسسات الدستوريه مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خرج في تقريره حول سنه 2013 بتوصيات مهمه جدا وهي انه هناك تعطيل للحوار الاجتماعي ويطلب الحكومه سينديش اللي هو مؤسسه كذلك دستوريه بعد الحملة التي قمنا بها في 2013 حول القانون الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي لكي جرم العمل النقابي قام بتوصية بعد دراسة مختص للجنة المختصة وأعطى مراسلة وهي عندنا للحكومة بأن تلغي هذا الفصل الحكومة لا تعير أي اهتمام لهذه المؤسسات الدستورية وبالتالي نقول بشأنها مسألة مهمة جدا اللي وضحت لنا الآن بأن فعلا هذه يقولون قديما بأن من يملك منطقة نسميه حكيم ومن يملك غضبة نسميه يعني شجاع ومن يملك شهوته نسميه عفيف هذه الحكومة بانت بالوضوح بأن لا حكمة لها لأن لا منطق ولا رؤية وتتناقض في تصرفاتها ولا شجاعة لها لأن كما قلتم الشجاعة هي الفئات المتوسطة وكذلك الأجراء وبالتالي تفجر غضبها بدون أن تملك وهذا يتضح في عدد من التصريحات
لا تملك شهوتها لا تملك شهوتها لان بالتالي غير عفيفه لان في اول امتحان واللي تعرضت لانسحاب احد مكوناتها كان التشبث بالكراسي والسلطه هو الاسبق. طيب تطبيق البرامج الاصلاحيه سناتوريا فيما يخص المطالب ديال هذه النقابات فاش كتدخل الحوار الاجتماعي الحكومه تتهم هذه النقابات بان المطالب ديالها بجزء كبير غير واقعي ولا يعني وما كيستجبش للظرفيه اللي كيعيشوها المغاربه. اولا بالنسبه للنقابات عمر النقابات ما مشات بدون انها عندها مبلوره بدائل والسيد الخلفي يمكن له يتصل برئاسه الحكومه والوزراء الاولون السابقون اننا كنشوف ككونفدراليه عندنا واحد الكراسه كبيره اللي فيها كيكون فيها ها المطالب ها الاقتراح. المشكل اللي عندنا هو ان الحكومه ما كتسمعش الطرف الاخر وكتجلس معاه وكتحاول تحاور معاه. من قلت لك قبيله السيد الوزير بانه الحوار الاجتماعي هو ثلاثي الاطراف هكا هذا هو التعريف ديال منظمه العمل الدوليه اللي كنا كنحتكموا لها المرجعيه ديالها اللي كيخرج عليه اناكو وكيخرج عليه اتفاقيه جماعيه ما بين الحكومه والاطراف الثلاث. ما كندويش على الاتفاقيات اللي كتكون في المؤسسات هذه باش نفسرها. انا اللي بغيت نقول لهذه الحكومه دابا في المثال انا ما كنفهمش احزاب كتدخل الانتخابات علاش كتدخل الاحزاب الانتخابات باش غتطبق واحد البرنامج. هاد الاحزاب اللي دخلت واللي نجحت في الانتخابات دخلت بان كيتشارج في الدستور. الدستور الفصل 31 منه كيقول الحكومه انها توفر الحق في الصحه للمواطنين المغاربه. ومنين كنقولوا الحق في الصحه العموميه كيقول بان خاصها تكون مدرسه عصريه وجيده. واش المدرسه اللي فيها 50 تلميذ وفيها خصائص الاساتذه في المواد المهمه اللي هي الرياضيات واللي فيها والعلوم واللي والانجليزيه والفرنسيه والدرس يقرا في لافاك بالفرنسيه وما عندوش الاستاذ. ولكن كيف ما قال واش هاد الحكومه شدت شي حاجه وخبتها في الجهه باش تعطيها لك؟ غادي نكمل لك غادي نكمل وغتفهمني. الشغل السلطات عليها ان تلعب دورها فيما يخص ايجاد الشغل وتوفير الشغل للمواطنين. هناك كذلك بالنسبه للوظيفه العموميه والترقي بناء على الاستحقاق ومجموعه ديال الاشياء والتنميه المستدامه وكذلك الفقره ديال الشباب ديالنا اللي الان كيضيع ولا عنده اختيارات مشدوده انه كيشدوا الدبلومات وبالتالي كيبقى بين غير البحر هو اللي قبلتهم ولا الهجره. هذا زير ستان كيتشارج. مين دخلت انا يا سيدي ودخلت الانتخابات وكاين دستور وكاين مجموعه ديال الاشياء قلتها للمواطنين خاصني ذاك نوفي تاع هذا عهد علينا كاملين خصو يطبق للمغاربه. وصاحب الجلاله راسو قال بانه راه كاين تفاوتات وبانه الناس كاين اللي ولا لاباس عليه بزاف وغنى وكاين اللي دابا الان كيعيش وكاين مؤشرات السيد الوزير. مؤشرات الدوليه راكم عارفينها ما ندخلوش فيها ونبقى نقولوا الدرجه 6 والدرجه 62 وداك الشيء ما غاديش نقولوه. طيب بالنسبه للثقه ماشي بصح. الحكومه لو كانت عندها رغبه نهار اللي خرجنا في المسيره كنقابات خرجنا في المسيره في التنسيق الاول ككونفدراليه مع الاف دي تي خرجنا في مسيره كنقابات ثلاث الاتحاد المغربي للشغل الكونفدراليه وهذا شنو قال علينا السيد رئيس الحكومه عوضا ان يدعونا لطاوله الحوار قال لك هذوك الناس راه كيتحط لهم راسهم بانه راه كاين فاتح ما يخرجين. بالله عليك هذا هو الخطاب الذي كنجاوبوا به مؤسسات دستوريه الفصل 8 ديال الدستور. هادو احنا راه حنا ممثلين العمال كان يستدعينا ويقولنا ونعطيه البدائل. وغنقول لك راه غالطين الناس اللي كيتحط لهم بان النقابات راه غير كتغوت. النقابات جاو عندنا مؤسسات مفلسه وجلسنا معاها ولات تعتقت وولات خدامه وما قراتنا مفتوحه حتى للمستثمرين الاجانب. شحال من مستثمر اجانب انا هنا في طنجه جلسنا مع مستثمر اجنبي انجليزي متشدوا عليه البيبان وجلسنا وصوبنا وخدمنا حنا وياه. ثانيا حنا كمغاربه مين كنمشيو للمنتديات الدوليه
كان لعبوا واحد الدور كبير في تلميع الصوره ديال بلادنا، لان بلادنا وعزيزه علينا وباغيينها تزيد القدام من اجل الاستثمار. طيب الان من بين الاشياء اللي كيقول السيد الوزير تكلم على المديونيه، هناك واحد النقطه جد مهمه بالنسبه للمديونيه اللي عاود رجعنا لها. عشنا سنوات بعد، اولا سي فكاك حنا نقول لك نقابات دائما ما كيهمنيش انا اللون ديال الحكومه، انا الحكومه تعطينا سيدي طيب باش نتقدموا في النقاش. ما بقاش كثير من الوقت، غادي نجيك غادي نرجع استاذ الفكاك. الان على ضوء ما سمعناه، واش يمكن في حاله يعني تم خوض الاضراب، واش غنشهدوا تعامل جديد منطق جديد من قبل الحكومه مع النقابات التي تتهمكم بالاستعلاء والتماطل؟ انا غنجاوبك قبل ذلك، عندي توضيحات بزربه. تكلمنا بزاف على الصحه بمفهوم سلبي مع الاسف. هذه مناسبة باش نحييو رجال ونساء الصحة اللي تيبذلوا مجهود واحيانا في ظروف صعبة، واللي غيخرجوا جزء كبير اللي غيخرجوا في الاضراب ديال المقبل. هذا حقهم، هذا حقهم. انا لا اناقشه، ولكن انا تنشوف الايجابي، تنشوف النص العامر ديال الكاس. لو راميد 13 مارس 2013 كانت ثورة في الحياة الاجتماعية اللي غنعطيوه دابا 4 مليار ديال الدرهم. اسمح لي الله يخليك، شوف حنا ربما واحد الفئه ديال الفئات المتوسطه تتمشي للطبيب بريفي، الشعب المغربي الفئه الدنيا تتمشي للسبيطار ما تتخلص حتى ريال. بطاقه الرميد شتي انت موظف السي يوسف، الا مشيتي للسبيطار الا مشيتي دير الراديو مثلا تسكادر تتخلص الفرق، تتخلص تيير بيو. لو رميد ما تيخلص حتى ريال. فوقاش تعطوه الموعد؟ اسمح لي، لا حيت داك الشيء الضغط. إيه انا الباحث سمعت موعد في جويه 2015. ممكن ولكن في الرميد درت عمليه القلب، درت عملية زرع الكبد، راه ما كانش الفقير شحال هذه نعم السيتي يدير عملية القلب كان تيموت، دارت بالراميد نعم سيدي. الأدوية تقريبا كانت 600 ولا 700 مليون درهم، ولات 1.7 سميتو الطائرات المروحية، قريبا مستشفيين متنقلين كاملين، وهذا خبر غنعطيه لك استعدادا لفصل البرد. هذه أشياء مهمة دارت. ثانيا، واش عمر المغاربه سمعوا في المغرب تخفيت شي ثمن؟ قولها ليا. واش عباد الله خصنا ما تكونش عندنا كما قالت الاخت ودن كيان، واش 320 دواء والصراع مع اللوبيات هذيك ما شناهاش، ومن بعد 2100 نعلو الشيطان هناك كان دواء ديال الكونسير. انا يوميا لا اسمح لي، لا كان زياده، لا توريا لن اقاطعك السرقه توريا على الشيطان. يوميا تنتلقى طلبات انا بحكم عملي في وزاره الصحه ديال دواء تيدير 20000 درهم الكونسير، راه كاع المغاربه تيعرفوا هذا الشيء. هناك ادويه هبطت ب 10000 درهم. وكمام يكون واحد شويه ديال الموضوعيه على الاقل، نقولوا كاينه اشياء تحققت كاينه اشياء ما تحققت. بالنسبه للمؤسسات الدستوريه نجاوب باختصار، لا دغيا دغيا. شوف اللي عنده الحق اتخاذ قرار في هذه البلاد هو الحكومه، لان نرجع للارادات الشعبيه باش نكونوا واضحين في هذه البلاد. احتراماتي كاينه مقاربه تشاركيه، لا شوف احتراماتي لفوق الراس والعينين السي اس والمجلس، هذه مؤسسات دستوريه، ولكن هذه تعطي الراي للحكومه باش، لان علاش؟ لان التوازن في هذه البلاد تيجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا. ثم الاوضاع الاجتماعيه، شوف انا فيها شويه العدميه اللي ما يعترفش انها تحسنت بالنسبه للفئات اللي داخله الاقتصاد اللي عندها الماندا وكذا. الا جينا نتكلموا الفئات اللي خارج الاقتصاد اللي فلان فورميل هي اللي الاوضاع ديالها صعبه، هادو هما اللي خصنا يعني نتجهوا لهم كاملين وندخلوا اللي ما كيهضر عليهم حتى واحد الاقتصاد. فيما يخص من بعد الاضراب، انا تنقول لك ما عمر السلوك كان خايب تجاه النقابات، وما عمره غيكون خايب، وما عمره غيكون خايب غدا. طيب دائما السلوك هو ايجابي تجاه النقابات. كخلاصه، ما هي دعوتك الى المؤيدين والمعارض للاضراب في مقبل في 29 اكتوبر؟ دعوتي هو انه الاضراب اللي تديروا النقابات هو حق مشروع، على الحكومه ان توفر الشروط ودير القانون باش يدوز الاضراب حتى الا كان في جو طبيعي، وعلى الاخوان النقابيين انهم يديروا شغلهم باش يدوز الاضراب بشكل طبيعي، ويبين ان المغرب طبعا غيديروها الحمد لله، ويبين ان المغرب هو في مستوى ديال النضج وديال الاستقرار. ونتمنى ان شاء الله انه يدوز الاضراب في جو طبيعي باش بلادنا ما يعني ما يوقع فيها حتى شي حاجه ما لا تحمد عقباه وما يوقع فيها والو. سيد وزير، وان شاء الله شنو كتقولوا للمؤيدين والمعارضين للاضراب؟ انا غادي نجاوب على بعض النقاط، ولكن بقات في المجموع دقيقتين. لا ولكن خصني نوضح، انا عندي اكراه ديال الوقت وديال عندي، ولكن ضروري تعطيني شويه الوقت. انا خليت الاخوان كيتكلموا. لا ولكن كنتو كتقولوا اعتراضات كبيره. اولا الاضراب سيمر في ظروف طبيعيه، والحكومه ملتزمه بعدم السماح بارباك حريه العمل او بتعطيل المرافق العموميه. اضراب حق مشروع، هذا معطى. واش كاين شي مبادرات من طرف الحكومه في مقبل الايام باش نهدوا الحكومه المبادرات العمليه؟ كما صرحت قبل يومين، الحوار الاجتماعي لم يغلق حتى نقول راه مجمد. لان شنو المعيار ديال اي حوار اجتماعي؟ هو تنفيذ الالتزامات ديالو. فاتح يوليوز الاجراء ديال القطاع الخاص زياده ديال 5% كمرحله اولى، فاتح يوليوز
زياده ديال الحد الادنى للاجر ديال 53000 موظف 160 مليون ديال الدرهم، هذه الالغاء ديال السلالم، وصلنا دابا حتى السلم 5 تلغى نطلعوا لستة. انا الجوهر عندي ما هو، وهذا الشيء كنقولوه باش ناسسوا واحد الخطاب مسؤول. اول تحدي مطروح علينا كحكومه، واش كاين شي واحد يمشي للاضراب وطني ويعبئ الشعب المغربي ويشل حركه الاقتصاد ويعطل المرافق العموميه ويحبس النقل وكذا وكذا كما سمعنا الان، ويطرح امور سياسيه من قبيل انه الناس راه تشبتوا بالكراسي وكذا؟ لكن اضراب نقابي على اعتبارات نقابيه راه الحوار مازال. علاش؟ لانه يونيو، من يونيو لاكتوبر شحال؟ لا 18 يونيو كان الاجتماع على الحوار حول النقطه ديال التقاعد اللي هي كبيره. وعندنا اكتوبر شحال بيناتهم؟ بيناتهم يوليوز وغشت وشتنبر، هي على ثلاث شهور واللي فيها كاين الحوار داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التقاعد، وتمشي مباشره لشل الاقتصاد. لهذا كانت الحكومه صريحه، ولهذا الدعوه ديالنا للمغاربه ينتبهوا من اضرابات ناتجه على مزايدات، اضرابات ما عندهاش مبررات موضوعيه، اضرابات تفتقد ما زالت ما تاسسش الاساس اللي عليها اللي هو الاصلاح ديال التقاعد اللي كيهم فقط الموظفين المدنيين، وما غاديش يقيس المتقاعدين الحاليين. استاذ حيتوم بلاتي نكمل لك. لا 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 سيرنا الوقت، سيرنا الوقت، غادي نضيف واحد القضيه. كيقول لك الحكومه غادي تهضر السيد الوزير. لا لا سمح لي، طيب باش باش غنعطيكم الوقت، غنعطيكم الوقت باش طيب خليني نكمل. صندوق التكافل العائلي كان حاصل من 2004، أنا عندي النساء المطلقات 160 مليون ديال الدرهم في الميزانيه، وصلنا دابا لازيد من 2000 حاله، وكنعترفوا بانه كاين اشكاليات في التطبيق. هذا اجراء ما كنشوفوش الفئات الفقيره. المهم المغاربه خصهم ينتبهوا. انا نقول لك اكثر من ذلك. لا صافي صافي، المغاربه بغات غير الفكره. انا نقول لك اكثر من ذلك. الاصلاح ديال التقاعد خصنا نديروه الان، والا في 2018 بمقتضى القانون المجلس الاداري خصو يرفع الاقتطاعات بشكل اجباري. أنضيف لك معطى آخر. لا لا ما غاديش، ما غادي ما لا 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 أسمع لا أسمع لا سي الوزير، لا لا أنا لا المخرج ورئيس التحرير يصرخ في أذني. دابا للأسف الشديد خصك تسمح لي بهذه الجملة. تفضل يلا باختصار. على المغاربة أن الحكومة تثق في حكمتهم، في وعيهم، في دعمهم للإصلاحات الكبرى التي تخوضها الحكومة رغم صعوباتها، في إيمانهم بأن هذه الحكومة تضع مصلحتهم فوق كل اعتبار، في إيمانهم بأن هذه الحكومة ترفض أي مزايدة وأي تهديد لاستقرارهم ولخدماتهم العمومية ولفرص شغلهم. نقول لك واش في حال أبدت الحكومة بعض الليونة غادي تأجل الإضراب، ولكن ربما بعد هذا الكلام واش عندكم شيء؟ واضح من خلال صيحة السي الخلفي هي تهديدية أولا، وبالتالي لن تزيد من قوتنا وصمودنا إلا أكثر عزما، وبالتالي أمام القرارات التعسفية والإجراءات اللا شعبية واللا ديمقراطية فإن قرار الإضراب هو قرار نافذ وسيمر بكل مسؤولية بسلم وبمستوى حضاري، وسنوجه عبره رسائل مهمة لمستقبل المغرب الذي قلنا نبنيه الآن بسواعد عمالنا كما حققنا سابقا الاستقلال، وضحينا وقدمنا تضحية جسام من أجل بناء الديمقراطية التي أوصلت الإخوان إلى كراسي المسؤولية، وكذلك مستعدين الآن للتضحية من أجل استمرارنا في بناء مغرب الكرامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. جملة في جملة واحدة. جملة هو أننا كنقولوا حنا عبد الشعب المغربي، حنا سمعنا لكم وسمعنا الألم اللي كتعانيوه وسمعنا المعاناة ديالكم الاجتماعية، هادشي ديال السياسة ما صافي الناس فهمت ما بقاتش عندنا. غير بغيت نقول هاد اللي كل ساعة كنقولوا بأنه المجلس الاقتصادي هربتوا بالملف ديال التقاعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والنقابات ديالنا أعطات الرد فيه وهو رد الممثلين ديالنا وهو الرد ديالنا. كاين هناك كذلك كتقول يا قبيلة بالنسبة للقطاع ديال التربية والتعليم، شنو هو معنى أنه مرسوم اللي كيجي هكاك ويرفع سن التقاعد للرجال ونساء التعليم؟ بالنسبة
بالنسبه هناك المديونيه. انا نجاوب على المديونيه. المديونيه اللي كيدير اللي كديرها البلاد وكتكون من مجموعه. الجواب ديال السيد الوزير ما كايناش شفافيه. سولتي سؤال. لا 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 ما سولتوش انا. انا ماشي سولته، انا جاوبته. انا قلت له بانه حتى هذه من دواعي الاضراب. انا كنقول للشعب المغربي الا سمح لي الا سمح لي، لان دابا ولات مزايدات وانا ما غاديش نزايد ولا وانا حيت انا لا المزايدات في الوقت ماشي مزايدات سياسيه. لا ماشي مزايدات سياسيه. انا كنقول للشعب المغربي ان النقابات قررت الاضراب، ماشي نقابه وحده، واجتمعت امتي على ضلال والناس راهم ديجا كاينين في الشارع. وحنا لولانا كوسائط السيد السيد اسمح لي، لولانا كوسائط اجتماعيين راه كان غادي يكون الوضع قفز. حنا هما الطومبون والاضراب سيكون ناجحا ان شاء الله. اضراب 29 اكتوبر سيمر يوم 29 اكتوبر والنقابات غادي يجتمعوا معاها وتحاوروا على نظام التقاعد. المغاربه الحمد لله ما بقاوش الشباب ديالهم كيموت في البحر، لان بالاجراءات اللي دارت واخرها التوظيف المباشر ما بقاش. ازيد من 400 الف شاب المغربي جازوا المباريات، 2500 مباراه لازيد من 50 الف منصب شغل، هذا انجاز. التمديد ديال التقاعد هذاك ما عنده علاقه، هذوك الناس اللي يتمدد لهم التقاعد ما عندهم، لن يتاثروا اطلاقا بالاصلاح الانظمه التقاعد. الدوله التزمت ديال انهم يقروا ولاد المغاربه، وهذه تضحيه منهم، واحد 7000 استاذ يبقى حتى نهايه السنه لمصلحه هذوك التلاميذ باش ما يهدوش. وهذا نقاش اخر. استاذ فكاك استاذ فكاك استاذ فكاك استاذ توريا استاذ توريا 10 ثواني. انا كنعرف غتختار 10 ثواني. هذا سميتو الفكر الوحيد استاذ فكاك استاذ فكاك انه 288 غير الاصلاح ديالو في اطار مدونه القانون الجنائي. بغيت نقول انا 29 اكتوبر بغيت نجاوبو لان مهم هذا 288. 29 اكتوبر هو يوم عادي غيدوز الاضراب وان شاء الله غتستمر الحكومه في العمل مع النقابات. في انتظار ذلك شكرا جزيلا لضيوفي الكرام. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه، شكرا طيب المتابعه وفي امان الله.